بعد غياب سنين عن الفن والجمهور، بترجع جنات من جديد علشان تقدم لون مختلف عن كل اللي قدمته قبل كده. يا بختي بيك، هي الأغنية اللي شافت جنات إنها هتكون مناسبة للرجوع لجمهورها بمزيكا بعيدة عن الدراما. عاملة مجموعة من الأغاني، بس اخترت الأغنية دي لأنه ما عنديش أغاني كتير في مسيرتي تشبهها. يعني الأكتر عندي اللي ظاهر الأغاني الدراما، فقلت لا أخلي أنوع، يعني كل فترة يعني أنوع للناس وأظهر بشكل جديد. حالة مميزة بتعيشها جنات بسبب النجاح الكبير اللي بتحققه من خلال يا بختي بيك، واللي ظاهر من خلال تفاعل الجمهور مع الأغنية على السوشيال ميديا. المشاهدات والترند والحاجات دي بتفرح الحقيقة، والتيك توك برضو عامل جو حلو قوي لذيذ، وكل شوية كل ساعة كده أخش أبص على الفيديوهات الجديدة اللي نزلت، ببقى مبسوطة بالأفكار اللي الناس بتطلعها. ناس عادية قوي، بس كل واحد بيشوف الأغنية بطريقته. وزي ما الجمهور كان وحش وصوت جنات، فجنات كمان كانت مفتقدة جمهورها، وعشان كده قررت انها هتكون متواجدة دايما باغاني جديدة. مفروض كل شهرين يعني الاغنية اللي هتنزل هي الحان محمد الصاوي، وفي اغنية تالتة معرفش، يعني بفاضل بين دي ودي في اغنية تالتة مغربي. الألبوم بالنسبة لي طبعا المفضل، لأني بقدم فيه كل الحاجات اللي أنا بحبها، بس أنا ظروفي حاليا لأنه بقالي كتير مختفية، يعني ما تسمحش أن أنا أقعد أعمل في ألبوم سنتين وثلاث سنين. الناس محتاجة تشوفني شوية، وأنا الناس وحشتني الحقيقة. غياب جنات ما كانش أبدا من اختيارها، وده اللي حكت لنا عنه وكشفت لنا أسبابه. هي الأمومة وقفتني شوية، يعني في أول سنة بيبقى البيبي محتاج للأم قوي، وفنان الأم بتبقى تعود، خلاص تتعودي انك تعملي ده وتعملي ده وتكلمي في التليفون وتصوري وترجعي البيت. واحيانا اخدهم معايا، اخر حفلة اللي كانت عندي في مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا خدتهم معايا لانه اليوم طويل.